تنضم إلينا من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك معنا هبة. في إفادة لك سابقة تحدثتي عن هذه الفيضانات التي اجتاحت منطقة السليمانية ببغداد، يعني ما جديد الأرقام التي أفدتنا بها؟ هناك 4 وفيات تحدثتي عنهم، وهناك يعني أضرار في كثير من المناطق. نعم، مساء الخير. هناك يعني خصوصا في نهاية الشهر الماضي، شهر آذار، ولحد بداية هذا الشهر، شهر يعني مايو، بدأت الأمطار وبدأ الأنواع الجوية والطقس يتغير ويتذبذب واحدة تلو الأخرى، يعني خصوصا في المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية. نلاحظ اليوم، خصوصا اليوم وأيضا يوم أمس، كان هنالك منخفض جوي أتى من البحر الأحمر بحسب تصريحات الأنواع الجوية، حيث صرحت لنا بأن المنخفض الجوي وحسب قراءة الأنواع الجوية ورصد الزلزال للخرائط الطقسية، أشارت أن الانحسار وصل إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وحتى في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية، وأنها سوف تنخفض تدريجيا في المناطق الوسطى والجنوبية، وسوف ترتفع وسوف تستمر لمدة يومين في المناطق الشمالية. وهذا يدل على أن تأثير العراق في المنخفض الجوي الذي أتى في البحر الأحمر. نشاهد أيضا يعني الكثير من المناطق التي اجتاحتها السيول، خصوصا في المناطق السليمانية. هناك 4 من المتسلقين الذين كانوا موجودين يعني ألقوا حتفهم بسبب جراء هذه السيول. هؤلاء الأشخاص كانوا مكونين من 12 شخصا، و4 منهم جرتهم السيول بسبب الفيضانات والسيول التي اجتاحت السليمانية. إذا نأتي أيضا بالتدريج إلى محافظة واسط وإلى حتى محافظة ديالى، محافظة ديالى الذي حتى هنالك انهيار في المباني السكنية وانهيار حتى في مباني المنازل، وأصيب يعني الكثير من المدنيين جراء هذه السيول، وأن الواقع الخدمي هنالك يعني منخفض جدا بسبب يعني السيول. ودائما محافظة ديالى تتأثر بهذه السيول، تكون هي أولى المحافظات التي تتأثر بالسيول بسبب الواقع الخدمي، ودائما المواطنون يشكون من هذا الواقع الخدمي، ويعني وتكون مشكلتهم أيضا مع الحكومة بسبب هناك يعني مناشدات من قبل المواطنين ولا جدوى من هذه المناشدات. حتى أن الهلال الأحمر العراقي صرح قبل دقائق، قبل دخولي البث المباشر، هنالك اكثر من 100 عائله تضررت من جراء هذا السيول، خصوصا هذه العوائل التي تكون قريبه على الحدود العراقيه الايرانيه. وايضا هنالك بعض من المناطق مثل ميسان، كانت هنالك كثافه في السحب التراكميه، كان النهار انقلب ليل وتحول الى ليل بسبب هذه السحابه الكثيفه والتراكميه التي كانت موجوده في ميسان. اغلب المناطق العراق هي مجتاحه في السيول، وايضا كثير من الفيضانات موجودة، خصوصا التي تضررت هي محافظة ديالى وأيضا سليمانية وأربيل. غرق كثير من المنازل ومن المدارس وحتى من المدنيين الذين هنالك موجودين تضرروا جراء هذه السيول. إذا نريد أن نقول الحصيلة النهائية، لا توجد لحد هذه اللحظة حصيلة نهائية، هنالك حصيلة أولية مثل ما أشرنا قبل دقائق إلى وجود حصيلة في السليمانية بعدد من الأشخاص الذين ألقوا مسرحهم بسبب هذا الجراء السيول، الذين كانوا متكونين 12 شخصا ولقوا جثث موجودة جراء هذه السيول. 4 جثث كانوا موجودة حسب تصريحات الدفاع المدني الموجود في محافظة السليمانية. أما الحصيلة النهائية للهلال الأحمر في محافظة ديالى وهي 100 عائلة تضررت، وأكثر من ذلك تكون هنالك إحصائية نهائية بعد يعني بعد أن تكون الأمانة وبعد أن يعني تكون المناطق أكثر هدوءا، خصوصا بعد هذا المنخفض الجوي الذي ضرب العراق الكامل. نعم، بشكرك شكر جزيل من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك.